بعد هذه المستجدات الأخيرة، طبعا التدافع ما يمكن ليكون إلا طبيعي، ولكن سمعنا شكاوى من عديد من الأعضاء اللي هناك ما سموه الزوير، وهناك ما سموه بطائق اللي توزعت على أشخاص ما عندهمش الصفة. أنا نأكد لك أننا سنبحث التحقيق في الموضوع، وأنه لن تتم عملية انتخاب الأمين العام ولا اللجنة التفيدية إلا بعد الضبط النهائي للهيئة الناخبة. ليست هناك أي تعليمات الاعتداء على الصحفيين، وأي واحد اعتدى على أي صحفي ولا على أي مناضل أنا شخصيا أدينه إدانة شديدة، ولا ينتمي إلى حزب السخلية اللي كان كيعتدي على المناضلين وعلى الصحفيين. أنا كنقول لك رسميا، إذا كان شي واحد عطى التعليمات بالاعتداء على المناضلين وعلى الصحفيين، هذا العبد الضعيف رئيس لجنة التحضيرية يدين هذا السلوك إدانة شديدة، لأنه غادي ندرسوا هذا الشيء. هذا ما يمكنش يمر مر الكرام. إلى أي مناضل تعرض للاعتداء أو أي صحفي تعرض للاعتداء، هذا سلوك وحشي صادر على الأشخاص لا يمكن أن يكونوا ينتمون لحزب الاستقلال.